أن تقترع أو لا تقترع في الانتخابات البرلمانية المقبلة فعلان سيان عند أهالي محافظة البصرة، فاختياراتهم في الدورات السابقة لمرشحي الانتخابات لم تسفر إلا عن زيادة جرعة الفساد في عملية سياسية ولدت فاسدة جرت البلاد نحو تأخر وتراجع في كافة مجالات الحياة. والله لما واحد ما انتخب شنو اللي حصل منه؟ شغل عمل تتمنى شغل انتخبهم تعبيتنا بس شنو حاصل؟ هاي تنتخبهم بيسوي لك طس شنو مستفاد منه؟ أهالي البصرة باتوا لا يعلقون أي آمال على هذه الانتخابات ولا يؤمنون بمشاريع المرشحين وبرامجهم، هم يستبعدون اليوم أن تحدث نتائج الانتخابات أي تغيير سياسي ملحوظ في البلاد يمكن أن يقود إلى تغيير إيجابي ينعكس على حياة المواطن. كل شيء ما حصلت، قاعد بالإيجار وكاسب وما عندي عمل، كل شيء ما حصل. ويرى البصراويون أن النقص الكبير بالخدمات في محافظتهم والبطالة وتفشي الفساد، ناهيك عن توقف الكثير من المشاريع، مؤشرات كبيرة توجب عليهم مقاطعة العملية الانتخابية التي يعتقدون أن التصويت فيها سيكون كمن يصب النار على الزيت. يعني أهلي يجي ويروح نفس الشيء، بس وعودات وكذب علينا وعلى الشعب، والشعب عايش هيك يعني على الهوى، على الله مو على الهوى. همنا شنو نريد تغير؟ مثل أسهل يجينا هاي لافتات مالاتهم مشقيد والتيارات والاحزاب، شنو المستفيدين من عندها؟ انا كشاب عراقي سقطني كل شيء ما مستفيد، هاي ايش قصر لي. ومع احتدام الصراع الذي تبين الكثير من المؤشرات انه سيزداد مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانيه في 15 من نيسان القادم، يتوقع مراقبون ان يصل من خلالها الكثير من الفاسدين الى قبه البرلمان، وهو ما يعني ان خروج العراق من ازمته الحاليه لن يكون قريباً.